الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا في هذه الحلقة من فنجان قهوة مع هوشانغ. سنكون في جلسة خاصة مع مبدع مصري عربي ورواية مصرية جميلة وممتعة، كي نستكمل الحديث حول هذا الموضوع وهذا اللقاء. حضروا فناجين القهوة فلنبدأ جلستنا. موعدنا مع رواية ليلى وفرانس من إصدارات دار العين، صدرت في 246 صفحة من القطع المتوسط. هي من الروايات المتوسطة الحجم للكاتب المصري محمد علي إبراهيم. ليلى وفرانس من الروايات الجميلة التي اقتنيتها من معرض الكتاب، وتعرفت على الأستاذ محمد علي إبراهيم في الدورة الأخيرة لمعرض الكتاب 2023، وأهداني عملا آخر له، وكان اللقاء يعني في المعرض على هامش المعرض وفي ورشة الزيتون. محمد علي إبراهيم من الروائيين المجتهدين جدا في مصر، له حتى الآن من الروايات الجدار الأخير 2014، الولد كوريا 2016، أعلمها اللمس 2017، حجر بيت خلاف 2018، وروح 2020، وليلى وفرانس. أيضا له مجموعات قصصية، تاريخ لا يروق لكم، طعم اللمسة، أنت حر ما دمت عبدي. الأستاذ محمد علي إبراهيم مهندس من مواليد 1975، هو يكبرني بعام، ويقال في الأمثال الشعبية من يكبرك بيوم أعلم منك بسنة، وهو يكبرني ب 365 يوم. فالأستاذ محمد علي إبراهيم المهنة والتحصيل العلمي لا علاقة له بالأدب، الأدب ميل آخر، منحى آخر، شغل آخر. هو مهندس، الأستاذ محمد علي إبراهيم، مواليد 75 كما ذكرت، حصل على العديد من الجوائز الأدبية داخل مصر، ومنها يعني جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة 3 مرات، ساقيت الصاوي، كتاب اليوم، ثقافة الجديدة، جمال الغيطاني، ووصلت روايته إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ التي تمنحها جائزة الجامعة الأمريكية عن رواية حجر بيت خلاف. أنا عندما قرأت هذا العمل اندهشت بصراحة واستمتعت، والخلاصة التي خرجت بها من قراءة هذا العمل أنه عمل متعوب عليه وحصيلة صفقة رابحة مع بين الاجتهاد والثقافة والتجريب والاشتغال وهاجس أو قلق التجريب. طبعا هاجس وقلق التجريب في الكتابة الروائية لدى محمد علي إبراهيم يستند على أرضية من المعارف والخبرات والإلمام بشؤون وشجون الكتابة الروائية. عنوان ليلى وفرانس عنوان بسيط، ويعني عطف اسم على اسم، اسم مذكر، اسم مؤنث، من والخط المكتوب على خط فارسي، واسم ليلى أيضا هو اسم
معاصر وتراثي، يعني اسم جميل. نشوة الخمر أو الخمر أو شيء له علاقة بالمتعة أو اللذة، وهو اسم لين رقيق حساس. وفرانز اسم يعني أعجمي، يبدأ بالفاء وينتهي بالزاي، فيه شيء من الخشونة لوجود حرفي الراء والزاي، مع مرونة وليونة موجودة في ليلى. والعنوان مكتوب بشكل طولاني، ليلى وفرانس، ليلى في الأعلى وفرانس في الأسفل. وليلى تتقدم فرانس في كل هذه التفاصيل. في تقديري لها دلالات، انتقال أسماء لها دلالات، تصميم الغلاف لعبد الرحمن صواف مبدع بصراحة، يعني وهو صمم لي غلافين، غلاف ديوان شعر وغلاف روايتي الأخيرة، والعملين صادران عن مؤسسة بتانا. شغل عبد الرحمن الصواف مشهود له في مصر على صعيد تصميم الأغلفة. تصميم الغلاف يوحي ولا يخبر، لا يفصح عن المضمون، حتى العنوان على بساطته يوحي ولا يخبر، يعني يوحي بأن هنالك علاقة ما، يعني هذه العلاقة غير مفسرة وغير واضحة. حتى الغلاف أيضا لا يفصح عن المسألة، مثلا الغيم، الدمع، العناق، الهادئ، يعني قد يكون صديق أو صديقة، أو يعني لا العناق الموجود في الصورة في الغلاف لا يوحي بأن هنالك بالضرورة علاقة حب أو بين ليلى وفرانس. العنوان كما ذكرت فيه تقاطع بشكل أو بآخر مع القصص الحب اللي أتتنا من التراث، قيس وليلى أو مجنون وليلى، لكن في قصص التراث المذكر يتقدم المؤنث في التسمية وفي القصة. أما في لدى محمد علي إبراهيم العكس، ومضمون القصة أيضا يوحي بي، يعني يفصح عن ذلك ويؤكد ذلك، أنه الدور الأساسي في تغيير شخصية فرانس، تكوينه، علاقته مع نفسه، مع بلده، مع بلده الثاني، الأول إسلندا والثاني مصر، كل هذه التحولات التي طرأت على شخصيته، الفضل في هذه التحولات يعود إلى ليلى المصرية الصعيدية الآتية من دندرة، من منطقة دندرة أو جزيرة دندرة الأثرية في الصعيد المصري. العنوان في تقديري حقق أهدافه لجهة الجذب ولجهة الدلالات، يعني التي تفتح قوسا للاحتمالات واجتهادات التأويل، يعني وتمنح القارئ تلك الخيوط الخفية لكي يتتبع سير قصة هذه الرواية من العتبة الأولى ليلى وفرانس. لغة الرواية في حسب قراءتي واطلاعي على المتن، لغة جميلة سلسة بسيطة رشيقة، لا تنطوي على التكلف والزخرف اللغوي أو اللغة القاموسية أو الاستعراض اللغوي في هذا الخصوص. لغة معاصرة لكن لا تنزلق، لغة معاصرة لكن وحذرة، لا تنزلق إلى اللغة المحلية، واللي
يعني تلك اللغة التي دئبنا على قراءتها من النصوص الروائية للكثير من الكتاب والأدباء والأديبات في مصر، أنه دمج أو تطعيم اللغة باللغة المحكية الدارجة المصرية. لدى محمد علي إبراهيم في هذا العمل نادرا ما استخدم الدارجة المصرية في سياق السرد، وكان استخدامه في مكانه، وكان مقل مقتصد في هذه العملية. الأولوية هي اللغة العربية الفصحى المعاصرة والسهلة، واللي تشد القارئ إلى النص أكثر ما تجعله أحيانا يعود إلى القواميس لمعرفة معنى هذه المفردة، سواء في السياق أو بالعودة للقواميس كي يفهم المعنى أو المنحى العام للأحداث. فاللغة أيضا في تقديري حققت الهدف المرجو، وهو توصيل الأحداث، توصيف الأشخاص، تصاعد الخط الدرامي في النص، البؤر والعقد الدرامية في النص. اللغة كانت من السهولة والجمال بمكان أنه تقدم كل هذه الحيثيات في هذا النص لقارئ ليلى وفرانس. على ماذا ترتكز هذه الرواية؟ ترتكز على حياة شخصين يعيشان في منطقتين مختلفتين، اختلاف ديني واختلاف جغرافي واختلاف بيئي واختلاف عقائدي واختلاف، يعني أكاد أن أقول أن هذه الرواية هي رواية الأقدار، يعني لعبة الأقدار اللي تجعل من حيوات مختلفة أن تلتقي في منطقة ما، وهي منطقة شديدة الحساسية، شديدة العمق والإنسانية، منطقة العشق أو الحب. في هذه المنطقة تندغم الاختلافات والتباينات وتندمج، وتكاد يعني إلى حد ما تنعدم لصالح سلطة العشق والحب. الحكاية تبدأ من شخص تكوينه مختلف، يعني على علاقة فاترة مع أمه، والده متوفي، يعمل في وظيفة في شركة للألمنيوم، وحياة روتينية رتيبة في علاقته مع النساء، على لا 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 يوجد ذلك الدفء والحميمية في تلك العلاقات، علاقات أيضا يعني رتيبة وروتينية محصورة في الجنس لا أكثر، يعني وليس جنس مستمر، يعني كل فترة وفترة لتغطية حاجاته الجسدية والنفسية في العلاقة مع الجنس الآخر. لا يوجد هنالك تجارب حب عميقة في حياة فرانس. حياته باردة إلى حد ما تشبه بلده. علاقته حتى مع الدين، هو شخص علماني جدا على قطيعة مع الفكر الديني والوعي الديني المسيحي، مختلف عن والده في هذا الخصوص. والده كان شخص متدين، وفرانس مركب، يعني والدته تنحدر من أرومة معينة، ووالده ينحدر من أصل فرنسي أو من الأرومة الفرنسية. ففي تكوينه حتى الفيزيولوجي أو الجيني متنوع أو مركب. والده كان يحب مصر وزار مصر أكثر من مرة، الأقدار ساقته إلى مصر. وسط هذا الفتور والبرود والفراغ العاطفي يتعرف على فتاة مصرية، ليلى، وليلى آتية من بيئة محافظة، لكنها في تكوينها النفسي أيضا شديدة الحساسية، شديدة العلاقة مع والدها، شديدة العلاقة مع، دافئة في علاقتها مع الناس، تحب عملها،
وتنتظر فارس الأحلام الذي يمكن أن ينقذها من مما تعيشه من صرامة دينية وبيئة محافظة، لكي تخرج إلى فضاء الحرية وترى بأن يعني لن يكون هنالك أي وسيلة أو أي جناح للتحليق إلا يعني مسألة الزواج والاقتران بشخص آخر بعيد عن هذه البيئة، بعيد عن هذه الجغرافيا وهذه المنظومة القيمية الدينية العقائدية المحافظة، إن لم نقل المتزمتة لنقل المحافظة نوعا ما، التي تلزمها بالصوم والصلاة والصيام دون أن تكون مقتنعة بهذه الطقوس والشعائر الدينية، وتتحقق لديها تلك الرغبة بالتعرف على فرانس وتنشأ بينهم قصة حب. تتطور هذه القصة بسرعة إلى درجة أنه أصلا فرانس غير معترف بالأديان بديانته المسيحية، فيبدل دينه إلى الإسلام دون قناعة بالإسلام، لأنه يعلم أنه هذا هو المدخل للاقتران بهذه الفتاة، يكون مسجل يعني في السجلات أنه مسلم لإتمام إجراءات الزواج. وتتطور العلاقة بين الشخصين، تصل إلى مرحلة الزواج ثم الانتقال إلى إسلندا. هناك يعني يستمر الحب والعشق والعلاقة الجميلة والعسل والحياة المغموسة في العسل، إلى أن يتفاجأ فرانس أو تتفاجأ ليلى بألم في ثديها نتيجة الفحوصات الطبية والمخبرية، تكشف عن وجود سرطان في المرحلة الثانية. تتطور الأحداث ويتطور الورم السرطاني إلى أن يودي بحياة ليلى، وتنتهي قصة الحب هذه بمأساة كما تنتهي كل قصص الحب أو غالب قصص الحب بالمآسي التي لا تكتمل. ويدخل فرانس في مرحلة جديدة، مرحلة مفتوحة، لكن ليست كتلك المرحلة التي سبقت تعرفه على ليلى. من هنا النهاية، نهاية هذه القصة مفتوحة على احتمالات وتتمات وتوئيلات متعددة، يمكن للقارئ أو للناقد أن يجتهد لكي يجد نهاية ما لهذه القصة، لكن النهاية صحيح أتت بموت ليلى، لكنها مفتوحة على استمرار الحياة واستمرار حياة فرانس وفي مصر. في رواية ليلى وفرانس للموت حضور واضح، أكاد أن أقول أن الموت يمكن اعتباره أحد الأبطال الذين نسجوا هذا العمل. شقيق ليلى يموت في اشتباك مع الإرهابيين، أم ليلى تموت في نفس اليوم حزنا وكمدا على ابنها، والد ليلى يموت قبل أن تفقد ليلى الحياة، وتنتهي الرواية بوفاة ليلى. لكل حادثة موت سبب معين ضمن هذا العمل، الموت شقيق ليلى حسن في اشتباك مع الإرهابيين له بعد سياسي، والتطرف الديني والاشتباك مع الجماعات الإرهابية التكفيرية في مصر وفي بلدان أخرى. هذا الموت المجاني الذي يحصل للأبرياء الذين لا علاقة لهم بالسياسة، لكن لهم علاقة بكونهم مواطنين أو جنود يحمون حياة الناس، لا علاقة لهم بالأجندات السياسية والاختلافات السياسية بين تنظيمات إسلامية تزعم معارضتها أو مناهضتها
للأنظمة في مصر، وأنظمة تدافع عن نفسها وتدافع عن مصر والشعب المصري بالطرائق التي تراها مناسبة. الأبرياء الذين هم ضحايا لهذا الفعل السياسي التكفيري، أحيانا تتسع دائرة الضحايا لكي تشمل أقارب المتطرفين الإسلاميين. ردود أفعال الدولة على أقارب وعوائل وأسر المتطرفين أحيانا يعني يدفعون أثمان وأكلاف ما يقترفه أبناؤهم المتطرفون، وفي هذا العمل إشارة إلى شيء من الظلم اللاحق بالعوائل، أنه لا يمكن أن للدولة أن تتعامل مع عوائل المتطرفين على أنهم متطرفون أو بيئة حاضنة للمتطرفين، أو أنهم ينبغي عليهم دفع أكلاف تطرف أبنائهم. في هذا العمل هنالك النقد بشكل ولو خفي لمسألة التعميم، يعني تعميم الاتهام بالتكفير وبالأخونة والدعشنة، حتى يعني هذا الاتهام بات يطاول الأخوة أو أخوات أو عوائل المتطرفين. الموت الثاني هو موت الحزن، يعني وموت الحب الأم لابنها عندما ترى أن ابنها يعني لم يعد موجودا في هذه الحياة. هذا الحزن والحب من الأم تجاه ابنها، هذا الحزن ينهي حياتها أيضا، هذا نوع آخر من الموت. الموت الثالث هو موت الرجل المسن المعمر الذي يعني حزن جدا وتدهورت صحته عندما سمع بأن ابنته في بلاد الغربة تعاني من مرض السرطان، المرض الذي لا يتسمى يعني أو اللي ما يتسماش يعني المرض الخبيث. هذا الحزن على والخشية من موت ابنته أيضا يسرع من عملية موت الشيخ حسن والد ليلى، وتنتهي القصة الأخرى والقصة قصة الموت الأخرى، موت الفيزيولوجي أو نتيجة ورم سرطاني مفاجئ في جسد في ثدي ليلى ينهي حياتها وينهي يعني هذه العائلة، عائلة الشيخ حسن، ابنه وزوجته وبنته فارقا الحياة، لكن الحياة تستمر مع الطرف الآخر الضفة الأخرى من العائلة الحاج جابر وابنته صفاء وفرانس. في هذا العمل أنا لمست طاقة كبيرة من الاجتهاد فيما يتعلق في البناء الروائي. هذه الطاقة وطبقا لما قرأت وطلعت هنا في هذا النص الروائي، إن محمد علي إبراهيم باش مهندس بحق وحقيقي في بناء النصوص الروائية. لا أعلم، أنا لم أقرأ نصوصه الأخرى، لكن قياسا على آخر عمل له ليلى وفرانس حاليا يعني الصادر له، يعني تبين لي تلك القدرة الكبيرة والاجتهاد والتعب الذي بذله في بناء هذا النص. الأحداث تبدأ من المنتصف، من يوم أو لحظة إعلان فرانس إسلامه لكي يقترن بليلى، فيما بعد نتعرف على تفاصيل الأحداث كيف جرى ذلك. يعود بنا الرواية إلى البداية، إلى التعريف بالشخصيات، ثم يعني يستلم الرواة الراوي العليم والرواة الكثر الموجودين ضمن هذا النص، يستلمون دفة سرد الحكاية ويتناوبون على سرد هذا النص.
جيئة، ويعني في بشكل ليس منتظما تماما، لكن ليس فوضويا أيضا. هنالك ضبط لسياق الأحداث. اجتهد وتعب محمد علي إبراهيم في هذا الضبط. كما ذكرت أن الرواية تبدأ من المنتصف، تعود إلى البداية، ثم تصل بنا إلى النهاية. فاتحة الرواية في الصفحة تقريبا 7، تعريف مقتضب وبسيط للشخوص، الثلاثة، يعني ليلى وفرانس والخلية السرطانية تاليا. فيما بعد أيضا هنالك تعريف كل شخصية روائية تالية. هي الخلية السرطانية هي التي تبدأ بالتعريف عن نفسها، وبعدين يأتي دور فرانسوا، ثم ليلى تعرف بنفسها. من خلال التعريف المقتضب والأشخاص الفصول الثلاثة الأولى، يستشف القارئ أن هنالك يعني موت ما ينتظر أحد البطلين يعني. لكن الكاتب الروائي لا يفصح أي البطلين، ليلى أم فرانس، سيكون فريسة السرطان. ثم يعني يبدأ الحديث عن رحلة فرانس إلى مصر وتعرفه على ليلى. هنالك يعني مقاطع مرقمة ومقاطع معنونة ضمن تقطيعات البناء الروائي. أعتقد يعني أنه العمل ما يقارب 30 أو يعني فقرة، ما بين فقرات معنونة، فصول معنونة أو فصول مرقمة موجودة في هذه الرواية. والنص ككل مقسم في تقديري إلى قسمين: سياق الأحداث في مصر وسياق الأحداث في أيسلندا. من اجتهادات محمد علي إبراهيم في البناء الروائي وتقنيات التجريب في الرواية، كما ترون هنا الصفحة الواحدة مقسمة إلى عمودين. في كل عمود هنالك راوي يسرد تفاصيل جانب من الرواية يختلف عن ما هو موجود في العمود الآخر، يعني ليس وفق التقنيات الصحفية الموجودة في المجلات والجرائد وتقسيم النص إلى أعمدة. هنا لا، في كل عمود هنالك راوي مختلف عن الراوي الموجود في العمود الآخر، وتتداخل سرديتان أو روايتان ضمن صفحة واحدة، وتتتابع الصفحات هكذا. أنا استشفيت من هذا من هذه التقنية أنه الكاتب يحاول أن يزيد من جرعة التركيز لدى القارئ، لكي يحاول القارئ أن يتعب أكثر مع النص بغية فهم هذا النص. يعني اللغة سهلة وبسيطة، والحكاية أيضا سهلة وبسيطة، لكن ضمن الاشتغالات والتقنيات وفعل التجريب في البناء الروائي، هنالك جهد واضح وجلي وظاهر للعيان بذله محمد علي إبراهيم، ونجح في هذا الجهد، وظهر يعني على أنه بالفعل يعني صنايعي متمرس وأسطى متمرس في بناية النصوص الروائية. القضايا والأسئلة التي
يطرحها محمد علي إبراهيم في نصه. طبعا النص ككل حمال أوجه، لكن هنالك في تقديري ما الوجوه التي أنا اكتشفتها، ربما هنالك وجوه لم أكتشفها، يعني وجوه أو قضايا أو أسئلة ما زالت غائبة عني في هذا النص. النص يمكن أن نصنفه في تلك المنطقة الوسطى ما بين النص الاجتماعي والنص المعرفي والنص يعني له أيضا امتدادات وأبعاد سياسية ونص نقدي. فالرواية بشكل عام، أي رواية، هي فعل نقدي تجاه الحياة، تجاه التاريخ، تجاه الواقع، تجاه المستقبل. الرواية بشكل عام في تقديري خطاب نقدي، في ولا يمكن للرواية فقط أن تكون مرآة، تكون مرآة عاكسة ومرآة ناقدة، يعني فعل العكس. الرواية ليس فقط أن تروي شيئا، لكن أن يكون هنالك موقفك من هذا الشيء الذي ترويه يعني للقارئ. طبعا هذا الموقف أحيانا يظهر، أحيانا يكون خفي، أحيانا في الخط البياني للمواقف ضمن العمل الروائي دائما يكون متعرج، يظهر حينا، يتوارى أحيانا خلف السطور، ضمن السطور، أمام السطور. لكن مواقف محمد علي إبراهيم في قضايا عدة تظهر يعني في هذا العمل، الشرق والغرب، الفروق بيننا وبينهم، هم كيف ينظرون إلى المسائل، نحن كيف ننظر إلى المسائل، قضايا الإلحاد والتكفير، أو قضايا يعني الإلحاد الموجود عند ليلى مختلف عن الإلحاد الموجود عند فرانس. الإلحاد عند ليلى إلحاد عتب المعبود على عبده، أو عتب العبد على معبوده، يعني عتب العبد لإلهه، لربه، لأنه لماذا فعلت كذا وكذا وكذا، يعني فيه اعتراف بالوجود، إلحاد ينطوي على اعتراف بوجود المعبود بالإله والاختلاف معه أو الدخول في حوار معه. هذا موجود بطريقة أو بأخرى في شخصية ليلى، أما في شخصية فرانس فمختلف، يعني حتى على مستوى العلاقة مع الدين والإلحاد هنالك تباين واختلاف ما بين إلحاد الشرق وإلحاد الغرب في هذا النص في شخصية البطلين. في نقطة كمان، مسألة المراجعة ونقد الفكر الديني أيضا في أكثر من منحة، لكن ما لفت انتباهي انتقاد أو مساءلة أو مراجعة حادثة الإسراء أو المعراج على لسان فرانس، يعني هنالك أيضا شيء من الأسئلة الشك التي تحوم حول بعض الأحداث الواردة في الكتب المقدسة، حاول محمد علي إبراهيم تمريرها ضمن هذا النص الروائي. قضايا متعددة، يعني قضايا حتى التسامح، يعني الاختلاف في التسامح الديني، شخصية الشيخ حسن وشخصية شقيقه جابر، التزمت الديني على الضفة الأخرى في لدى المسيحيين، هنالك نقد للتزمت الديني بهذا الخصوص ضمن هذا العمل. أيضا مسألة في تقديري أتت خفية، هي مسألة نقد الاستشراء أو تفشي المثلية الجنسية في العالم، أنه هل التفشي هذا ما عاد بالإمكان مقاومته، وينبغي البحث عن صيغ تحاول أن تضمن أو تحمي المتبقي من يعني ما هو متوارث من الأديان ومن الفلسفات التي تحاول أن تحمي المجتمعات من
تفشي المثلية الجنسية، حسب رأي الكاتب وحسب رأي أبطال العمل أو ما استشفيته من رأي الكاتب من النص على ألسنة الأبطال، أن هنالك حالة رفض وامتعاض لقيم المثلية، لكن لا يمكن التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع بالإقصاء والبتر والخطاب الكراهية. يمكن أن ترفض شيئا ما، أن لا تقبله، أن لا تعتبره معيارا لحياتك ولمجتمعك، وهذا لا يعني بأنك تكرهه. يعني رفض الشيء لا يعني كراهية هذا الشيء ومحاربة هذا الشيء إلى الحدود الأخرى أو للحدود القصوى. هذا ما استشفيته من خلال يعني الخلية السرطانية، يبدو لي بأنها ليست خلية سرطانية، بدليل أنه في فصل أو مقطع معنون بقوس قزح في نهاية الرواية، هذا المقطع هنالك حوار ما بين الخلية السرطانية وفرانس، وقوس قزح يعني، وعلى عالم المجتمع الميم أو المثلية الجنسية. يعني أنا حاولت أبحث لماذا هذا انتقى محمد علي إبراهيم قوس قزح ليكون عنوان لسجال بين خلية سرطانية وفرانس، ضحية الخلية السرطانية عبر يعني حبيبته ليلى، هو أيضا ضحية، يعني مش بس ليلى ضحية، هو أيضا ضحية هذه الخلية السرطانية. هذا الحوار الحاد واللي على طرفي نقيض واللي فيه تهديد ووعيد، كيف يمكن أن نعنونه بقوس قزح؟ يعني ألوان الطيف وألوان قوس قزح، وما لهذا لهذه الألوان من جمال ومن راحة نفسية لدى المشاهد. استشفيت انه الموضوع انه السرطان والخلية السرطانية وكل هذا غطاء لنقد الاستشراء وتفشي المثلية الجنسية. هنالك احد الشخصيات الهامشية في الرواية، ولا اعتبرها هامشية في تقديري، هي شخصية كوفستون، صديق فرانس. كوفستون مثلي الجنسية ومتزوج من شخص مثلي، ويفكرون في قضايا الإنجاب وفي هذا يعني في هذا كيف يمكن للأسرة أن تكون يعني اثنين آباء بس ما في أم في الأسرة أثناء تبني طفل أو إنجاب طفل ضمن عائلة في مجتمع الميم. كل هذه التطورات وكرة الثلج هذه التي تتدحرج مجتمع الميم، التي مجتمع هذا صار مسيطر على السوشيال ميديا، على يعني ما عاد بإمكاننا أن نوجه النقد حتى يعني وشخص مثلي الجنسية، لكن ربما يكون سيئا، ربما يكون مجرما وليس ملاك بالضرورة، يعني مثله مثل أي شخص عادي. فنقد سلوك المثليين أحيانا يصار إلى اعتباره كراهية وعد نفس عدواني، شيء بيشبه أنه ما عاد فينا ننتقد إسرائيل أو ننتقد الحركة الصهيونية على أنه هو معاداة للسامية ومعاداة اليهود. هذا الخلط الفظيع ما بين نقد الأشخاص كأشخاص واعتبار ذلك أنه نقد الجماعات على أساس عرقي أو ديني أو جنسي أو 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 قومي. فهل تفشي والاستشراء الموجود في المجتمعات في الآونة الأخيرة سيزداد؟ ضمن هذا العمل أنه ينبغي البحث على طريقة معينة ل يعني عدم توتير الصراع ما بين أو مسألة الرفض التام للمجتمع الميم أو المثلية الجنسية من باب المحافظة يعني، ومن باب الحفاظ على المتبقي، وإلا يعني هذا المجتمع ربما يستيقظ العالم في يوم من الأيام ويجد أنه كل المجتمع تحول إلى مجتمع ميم، والمتبقي
من البشر هم بين قوسين الشواذ والمنبوذين والمكروهين يعني. فاستشراف أو استباق لتطور الأحداث محمد علي إبراهيم على ألسنة على لسان الخلية السرطانية التالية يحاول أو أن يجد مخرجا لأزمة مستقبلية تنتظر العالم، هذا في تقديري ومن خلال قراءتي لهذا النص. نأتي إلى الخاتمة. بصراحة أنا لما قرأت الخاتمة وأنا عادة ما أستخدم القلم في أثناء القراءة، يعني قلم العادي أو القلم الفسفوري أو أي قلم أستخدمه لكي يعني أضع إشارات على الأماكن التي تلفت انتباهي. بعد أن انتهيت من قراءة الخاتمة أو قراءة الرواية كتبت، يعني كان بإيدي القلم وكتبت: الله عليك يا مبدع، لأن هذه الخاتمة صدمتني بصراحة. الخاتمة على لسان فرانس يختتم هذا العمل الروائي، لكن يختتمه بقول هو للشيخ حسن والد ليلى، وكلام الشيخ حسن كان موجه لشقيقه جابر، وكلام ينم عن الامتعاض والغضب وكذا: قل للتاجر إننا نبيع فقط الكوسة والبامية ولا شيء آخر يعني، وخلاص انتهى الكلام في هذا الخصوص. هذا ما قاله الشيخ حسن لشقيقه جابر عندما أتاهم ضيوف أو كذا، وأعتقد لكي يطلبوا يد صفاء، يعني كان هنالك حالة من الامتعاض وعدم الرضا لدى الشيخ حسن. هذا الكلام مذكور في الصفحة 68. جلبه محمد علي إبراهيم من الصفحة 68 للصفحة 246 ليكون الجملة الأخيرة في هذا العمل الروائي: قل للتاجر الفاكهة والخضروات بأننا لا نبيع سوى الموز والبامية والكوسة فقط. هذا كلام فرانس وهو يرتدي الجلبية المصرية ويضع العمامة المصرية، وكلامه موجه إلى الحج جابر أو الشيخ جابر بصيغة الأمر: ما هي تلك السلطة أو الروح الخفية أو السلطة الخفية التي تولدت لدى فرانس؟ وهو يرتدي الملابس المصرية ويرتدي العمامة المصرية وفي جو مصري خالص كي يقول هذا الكلام موجها إلى الشيخ جابر لكي يوجهه للتاجر الذي أتى لكي يشتري محصول الأرض. هل خاتمة وهذا التلبس أو التقمص في تقديري يعني أيضا له دلالات، ويحفز فقه التأويل أو القراءات لدى القراء أو النقاد. أنا شفت إنه الخاتمة كانت ليست فقط ذكية إنما جميلة وصادمة وممتعة ومدهشة بصراحة. فهذا العمل أمتعني واستفدت منه، لكن هل هو عمل كامل؟ لا طبعا. هل خلى من العيوب والمثالب والمشاكل التقنية؟ لا طبعا. هنالك يعني كأي عمل روائي جميل متعوب عليه مشغول عليه ومهم، و
يعني ينطوي على محتوى متنوع غاية في الثراء والغنى، لابد من أن يكون هنالك مشاكل تقنية في هذا الخصوص. أنا لخصت بعض المشاكل التقنية التي أراها أنه أساءت للعمل، وستنشر هذه الملاحظات في قراءة لي لاحقا. لكن يعني يمكنني أن أشير إلى بعض الأماكن في هذا الخصوص، مثلا الأسماء ليلى، فرانس، أولغا، يعني في هنالك أحيانا غزارة في تكرار الأسماء، في حين اللغة العربية تمنح محمد علي إبراهيم تلك المرونة التي بإمكانه أن يقلل من تكرار ذكر الأسماء. نقطة أخرى أنه محمد علي إبراهيم في بعض التفاصيل ما يتعلق بالزمن يعني حاول أن يعطي، ولم يكن مجبرا، لكن حاول أن يعطي تلك التفاصيل الدقيقة، يعني لحظة إقلاع الطائرة وهبوطها ثم إقلاعها والمسافة الزمنية بالدقيقة بالساعة. لكن في نفس الموضوع فيما يتعلق بالأزمنة أيضا كان هنالك أحيانا أمور تقريبية، مع وجود هذا القدر من الدقة تتراجع يعني المسائل التقريبية أو نحو أو تقريبا أو القصص، لا، يا أما كله تقريبي يا أما كله دقيق تفاصيل. أعتقد أنه يعني تسجل إشكال فيما يتعلق بالأمور التقنية. يمكن يعني كان بإمكان محمد علي إبراهيم تلافيها أو تفاديها في هذا الخصوص. مجمل المشاكل التقنية التي يعني وجدتها في هذا العمل، في تقديري يتحمل مسؤوليتها المحرر الأدبي. التحرير الأدبي فن، وهو يعني المحرر الأدبي هو أيضا يعني مستوى الحساسية لديه ينبغي أو يفترض أن تكون عالية، الحساسية اللغوية، حساسية الإيجاد هكذا. قد يسهو الكاتب في غمرة اشتغاله على النص وانهماكه في كتابة نص، قد يسهو عن بعض التفاصيل المهمة التي يفترض أن ينتبه إليها المحرر الأدبي في دار العين. إجمالا أنا استمتعت بقراءة هذا العمل، وأشكر الأستاذ محمد علي إبراهيم على هذا الاجتهاد وعلى المتعة التي منحني إياها، وأعتقد بأنه منحها للكثير من الكتاب ومن النقاد الذين قرأوا ليلى وفرانس. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.